اصحابي وصحباتي في كل مكان، وصلنا معاكم دلوقتي لفقره جديده من فقرات شقاوة شطار. وطبعا زي ما انتم شايفين معايا مجموعه كبيره جدا من اصحابي. احنا دلوقتي في فقره المواهب، هم دلوقتي هيغنوا لنا اغنيه حلوه جدا جدا. تعالوا مع بعض نروح نشوفهم هيغنوا لنا ايه. سمعنا الأغنية اللي أصحابي غنوها لنا، قد إيه كانت حلوة وقد إيه كان صوتهم واضح كده ونشيط وهم بيغنوها. أنا دلوقتي بقى عندي حاجة عايزة أقول لكم عليها. إحنا دلوقتي في أصحابنا بيتفرجوا علينا في الاستوديو، إيه رأيكم نروح نشوفهم محضرين لنا إيه في الاستوديو؟ موافقين؟ وكمان مستعدين؟ مستعدين مستعدين، يلا بينا.